السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، حيث نطالع فيها أهم ما تقوله مواقع الأخبار والصحف العربية الصادرة اليوم، حيث البداية من موقع عدن الغد والذي عنون في صفحته الرئيسية: نائب رئيس الوزراء يؤكد أن الدولة تعول كثيرا على دور جامعة عدن للبحث عن حلول علمية لمشكلات البلاد. وتقول التفاصيل: أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين محمد عرب أن الدولة تعول كثيرا على جامعة عدن من خلال الدراسات الاستراتيجية التي ستقدمها لإيجاد الحلول والمخارج العلمية للقضايا والمشكلات التي تعاني منها البلاد. ومن عناوين الموقع: مواطنون بالمنصورة يحبطون محاولة اغتيال كادت تستهدف أحد سكان الحي، وعنوان: مخاوفنا أن تترك أبين مثلما تركت عقب تحريرها من ميليشيا الحوثي، كما عنون غدا عدن الغد: مقاومة رضوم في شوة تستعيد سيارة بعد ساعات من سرقتها. وإلى موقع عدن تايم والذي عنون في صفحته الرئيسية: تفاصيل مداهمة أكبر معبد لتجهيز المفخخات في عدن. وقالت التفاصيل: عثرت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن اليوم على أكبر مصنع لتجهيز السيارات المفخخة والعبوات الناصفة، كما تم العثور بداخل المعمل على أجهزة حديثة لتفجير السيارات عن بعد وكميات كبيرة من المتفجرات والعبوات الناصفة، بالإضافة إلى سيارة كانت معدة ومجهزة للتفجير. ويضيف عدن تايم: ويحوي المعمل الكائن في حي الكورنيش بالمنصورة على حقائب مفخخة يمكن تفجيرها عن بعد وكميات كبيرة من مواد شديدة الانفجار. المجلس السياسي رؤية إيرانية. تحت هذا العنوان كتب عدنان هاشم مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور، حيث قال الكاتب: في السياسة الدولية لا يوجد مسلمات، لكن هناك أسسا متعارفا عليها، ولأجل تلك الأسس يعيش الإيرانيون في القضية اليمنية حالة اضطراب ترغب بالاعتراف بسلطة الحوثيين وحليفهم صالح، وتمتنع لأسباب عدة، منها السبب الدولي والخوف من المعاملة بالمثل إن حدث في بلادها تمرد سريع احتل طهران. حتى الآن وإن كانت تتعامل طهران مع المسؤولين الحوثيين برسمية مبالغ فيها، إلا أنها لا تعترف بسلطتهم بشكل رسمي معلن، كما أنها أيضا لا تعترف بالحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. عندما أعلن الحوثيون عن تشكيل مجلس سياسي بالشراكة مع صالح، بالغ المسؤولون الإيرانيون في مدى قدرته على تحقيق أهدافهم في اليمن، ليصابوا بخيبة أمل من التمثيل البرلماني الذي حضر جلسة النواب ودخول الحوثيين في جدل دستوري وقانوني وشعبي، وفوجئوا بحجم السخط الدولي جراء قيام هذا المجلس. ومع ذلك استمرت حالة الإنكار الإيراني، ليتحول الوضع من مسألة الاعتراف بالمجلس السياسي إلى الإشادة بجلسة برلمان منقوصة في الدعوة والدستور والتصويت والعدد. تحدث الرئيس اليمني أن مجلس الإنقلابيين السياسي ينقل التجربة الإيرانية وفيه جزء من الحقيقة، فالتجربة الإيرانية لم تتمثل فقط في المجلس السياسي الذي يشابه في مهامه مهام المجلس الثوري الإيراني الذي ظل سريا بعد اندلاع الثورة الإيرانية. فالمجلس الثوري الإيراني جرى تشكيله من 14 شخصا، منهم 7 متدينين و7 من العلمانيين. جرى تصفية التيار العلماني في أعوام لاحقة، فيما جرى تشكيل مجلس صالح الحوثي مناصفة من 5 أشخاص لإدارة البلاد. إلى موقع الموقع بوست والذي عنون في صفحته الرئيسية: نجاح صفقة تبادل أسرى بين مقاومة عمران وميليشيا الحوثي في الإفراج عن العشرات من الطرفين. يقول الموقع: نجحت وساطة قبلية في إتمام صفقة تبادل أسرى بين أفراد من مقاومة محافظة عمران وميليشيا الحوثي، وكللت جهود قبلية بين مقاومة عمران وميليشيات الحوثي بنجاح صفقة تبادل أسرى تجاوز مدة أسرهم العام. وقال مراسل الموقع بوست والذي حضر التسليم أن هذه الصفقة تمت بوساطة زعيم قبلي من محافظة جوف لعدد 30 فردا من كل طرف،
15 فردا. وأضاف المراسل أنه جرى تسليم الأسرى في مديرية المتون التابعة لمحافظة جوف. وقال مصدر مسؤول في المقاومة الشعبية أن هذه الصفقة ليست وليدة اللحظة، وأنه جرى الترتيب لها لعدة أشهر. إلى موقع التغيير نت، والذي عنون في صفحته الرئيسية: نائب وزير خارجية روسيا: روسيا تدعم الشرعية في اليمن وموقفها الواضح في دعم الشرعية لن يتغير أبدا. وأكد نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف أن روسيا تدعم الشرعية في اليمن وأن موقفها الواضح في دعم الشرعية لن يتغير أبدا، وأن مواقفها التي تضمنتها بيانات الخارجية الروسية وقبلها ما جاء في بيان مجموعة سفراء الدول الـ18 الذي شاركت فيه روسيا هو الموقف الرسمي. وقال إن أي تصرف أو اجتهاد حدث خارج ذلك كان تصرفا بدون توجيهات مسبقة ولا يعكس الموقف الرسمي لروسيا، وأن ما يسمى بالمجلس السياسي هو تصرف أحادي الجانب لا تعترف به روسيا. وشدد ميخائيل حرص بلاده على وحدة وأمن واستقرار اليمن، وأنه من الصعب وجود استقرار في أي دولة تحمل فيها قوات غير شرعية السلاح، مؤكدا أن بلاده تدعم الشرعيات ولا تعترف بأي انقلابات في المنطقة بأسرها بما في ذلك اليمن. جناية صالح والحوثي على مجلس النواب. تحت هذا العنوان كتب نصر طه مصطفى مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية، حيث قال: لا يغير اتفاق الحوثي وصالح بإنشاء مجلسهما السياسي أي شيء من توصيف الواقع القائم في العاصمة وفي 22% من الأراضي اليمنية التي تقع تحت سيطرتهم بأنه انقلاب وتمرد على السلطة الشرعية المنتخبة. وهما في الحقيقة استبدلا الإعلان الدستوري الانقلابي الباطل للحوثيين باتفاق سياسي آخر باطل لا قيمة دستورية أو قانونية له، إلا أن الجديد في الأمر تمثل في إقحام السلطة التشريعية المنتخبة مجلس النواب في محاولة شرعنة هذا الانقلاب من خلال شخص رئيسه يحيى الراعي، الذي يعمل كذلك أمينا عاما مساعدا لحزب المؤتمر، والذي ظل عاجزا عن الدعوة إلى أي اجتماع للمجلس منذ إعلان الحوثيين حله وحتى رفع أيديهم عنه وتراجعهم عن قرار حله. ما يؤكد أن دعوة الراعي إلى عقد المجلس تمت بضغط من الانقلابيين ويجعلها باطلة، إلا أن ذلك لا يبرئه من التواطؤ باعتباره أحد أدوات صالح ومن أتباعه الخلص. ولعل هذه هي المرة الأولى في تاريخ الانقلابات وحركات التمرد أن تبحث عن شرعنة لنفسها عبر برلمان منتخب، وهي حالة شاذة لم تحدث من قبل لا في اليمن ولا في غيره. صحيح أن انقلاب الحوثيين سقط فعلياً يوم 28 من تموز الماضي ليحل محله انقلاب آخر أعلن فيه صالح شراكته الرسمية من دون مواربة، إلا أنه وحليفه لم يدرك حجم الجناية التي ارتكباها في حق سلطة شرعية كمجلس النواب بعد الجناية الكبرى التي ارتكباها في حق اليمن بالانقلاب وإشعال الحرب الأهلية فيه، ذلك أن تورط 110 أعضاء في تأييد الانقلاب في شكل علني سيحول بين المجلس وأي دور توافقي مستقبلا، سواء تم إنهاء الانقلاب وآثاره بالحسم العسكري أو بالحل السياسي. موقع يمن مونيتور عنون في صفحته الرئيسية: استقالة جماعية لعمادة كلية الطب في جامعة ذمار اليمنية جراء تدخلات الحوثيين. وقالت التفاصيل: قدم مجلس عمادة كلية الطب في جامعة ذمار الحكومية استقالة جماعية احتجاجا على تدخلات الحوثيين في عملهم. وقال بلاغ صادر عن عمادة الكلية حصل يمن مونيتور على نسخة منه إنهم وأعضاء مجلس الكلية في جامعة ذمار قدموا استقالة جماعية احتجاجا على تدخلات حوثية وضغوط بقبول عدد من أبناء الأسر الموالية لهم. وذكر البلاغ أن الحوثيين فرضوا عند بدء عملية القبول والتسجيل لكليات الطب العام وطب الأسنان على عمادة الكلية تسجيل وقبول عدد من الطلاب المحسوبين
عليهم. وقالت مصادر خاصة في الجامعة اليمن مونيتور إن أغلبية المتقدمين الذي فرض الحوثيون تسجيلهم ليسوا مؤهلين ولا يمتلكون معدلات متدنية في امتحانات الثانوية العامة لا تؤهلهم للدراسة في الأقسام العلمية وفقا للوائح الجامعية المعمول بها. يتابع الموقع وتخضع جامعة دمار الحكومية نحو 100 كيلومتر جنوبي العاصمة صنعاء لسيطرة الحوثيين الذين يديرون أيضا وزارة التعليم العالي في العاصمة صنعاء. وقبل الانتقال إلى ما قالته الصحف العربية لهذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. مجددا نرحب بكم ونلقي النظرة على ما قالته الصحف العربية ونبدأ من صحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت أبيان تنفض غبار 6 أعوام من الإرهاب. وقالت التفاصيل قبيل أن تتنفس الحرية وتعود للحياة مجددا عاشت مدينة زنجبار معاناة ودمار لم تشهدها من قبل، وذلك حين كانت عاصمة محافظة أبيان خلال السنوات الممتدة من 2011 إلى 2016 تقبع تحت سطوة جماعة تسمي نفسها أنصار الشريعة. تتابع الشرق الأوسط رغم أن السيطرة لم تكن متواصلة فإنها كانت تغطي غالبية تلك الفترة وفقا لرصد أجرته الشرق الأوسط لأبرز العمليات والمنعطفات التي مرت بها المحافظة. تضيف الصحيفة وشهدت مدينة زنجبار خلال سيطرة التنظيم الإرهابي عمليات نزوح كبيرة كما تعرضت البنى التحتية إلى دمار هائل، وتركز ذلك في مركز المحافظة زنجبار ومدينتي خنفر وجعار كبرى مدن أبيان الساحلية وعدد من المديريات المجاورة. وعن ما يحدث اليوم تقول الشرق الأوسط تواصل قوات الأمن حملاتها العسكرية ضد الجماعات الإرهابية بعد أن تمكنت من تطهير غالبية مدن وأرياف المحافظة الساحلية وفق مصادر مطلعة في القوات. وإلى صحيفة الخليج الإماراتية والتي قالت في تناولها للشأن اليمني صالح والحوثيون يعتزمون إعلان حكومة وإجراء انتخابات. وقالت الصحيفة الإنقلابيون أعلنوا في صنعاء اعتزامهم تشكيل حكومة خلال الأيام القليلة في استمرار لتحدي المجتمع الدولي والإقليمي الساعي إلى إنعاش المسار السياسي المتعثر منذ مشاورات الكويت الأخيرة. تتابع الصحيفة ولتحقيق تأييد شعبي مزعوم لأطروحاتهم عطل الإنقلابيون الدوام وأجبروا الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص على المشاركة في المسيرة بعد تسخير كل وسائل النقل لهذا الغرض. وتفيد الصحيفة أنه تأكد أن الإنقلابيين عمدوا إلى تعطيل المصالح الحكومية والقطاع الخاص في العاصمة ونشروا ميليشياتهم في الطرق الرئيسية التي أقامت حواجز التفتيش في تقطعات عدة بالمدينة. الموت المتنقل في اليمن، تحت هذا العنوان كتب صادق ناشر مقاله المنشور في صحيفة الخليج. وقال الكاتب توقفت المفاوضات وتواصلت عمليات القتل في كل شبر من اليمن، لم يجد المتحاربون من وسيلة للتأكيد على قدرتهم في فرض أرائهم أكثر من السلاح. فرغم مرور عامين تقريبا على بدء معاناة اليمنيين مع الحرب المجنونة إلا أن الأوضاع تشي بمزيد من المعارك والقتال الذي صار يتنقل في كل مكان ويحصد معه أرواح الأبرياء. كان اليمنيون يتوقعون انفراجا في الحوار السياسي الذي عقد في دولة الكويت لمدة 3 أشهر قبل أن يعلن عن فشله، إلا أن المتقاتلين واصلوا الحرب هذه المرة بوتيرة أكبر، فالمعارك على الأرض صارت أكثر عنفا من السابق بعدما اعتقدوا أنها السبيل الوحيد للنصر، مع أن النصر لا يمر عبر حراب البنادق وفوهات المدافع بل بالتنازلات، وحتى وإن كانت مؤلمة لأنها لا تعطى لأجنبي بل لأبناء بلد يتعايشون يوميا. الموت المتنقل في اليمن مؤشر على غياب الحكمة عن المسؤولين عن هذه الحروب التي بدأت بالانقلاب على الشرعية في شهر سبتمبر أيلول من العام قبل الماضي، عندما أصر الانقلابيون على مواصلة مغامراتهم من خلال نقل المعارك من العاصمة صنعاء مرورا بتعز وصولا إلى مدينة عدن
وشن حرب شاملة هنا وهناك قضت على الأخضر واليابس. وفي حين يقف العالم مع حق اليمنيين في العيش الكريم، فإن أمراء الحروب يجدون في استمرار القتال فرصة لمزيد من الإثراء. صحيفة العربي الجديد والتي عنونت في صفحتها الرئيسة: معركة تحرير تعز تعويض عن اقتحام صنعاء. وفي تفاصيل الموضوع قالت الصحيفة: في ظل تراجع الحديث عن الحل السياسي في اليمن، بدأت المعارك في محافظة تعز بين قوات الشرعية والمقاومة الشعبية وميليشيات المخلوع صالح تتغير وتيرتها لتشهد تحولات نوعية على أكثر من جبهة. وكأن صعوبة اقتحام صنعاء شكلت مفتاحا لفتح الجبهة الشاملة في تعز التي لا تزال الجبهة الأكثر دموية. وتابعت الصحيفة إن قوات الشرعية والمقاومة أطلقت في 18 من أغسطس معركة حاسمة من المتوقع أن تدور على عدة مراحل. أضافت الصحيفة: ساهم انتقال المقاومة الشعبية والجيش الوطني من موقع الدفاع إلى الهجوم في إرباك صفوف ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع وتكبيدها خسائر جسيمة. وإلى صحيفة الاتحاد الإماراتية، حيث عنونت في إحدى صفحاتها: اجتماع خليجي غربي في جدة لبحث الملف اليمني. وقالت التفاصيل، أو الصحيفة قالت: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن وزير خارجيتها جون كيري سيتوجه إلى جدة للقاء المسؤولين السعوديين ونظرائه الخليجيين ونظيره البريطاني والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لبحث الملف اليمني يومي 24 و25 أغسطس الجاري. وأضافت البيان إن المباحثات ستتركز على تطورات الوضع في اليمن وسبل تحقيق السلام والاستقرار، وستتطرق أيضا إلى الوضع في سوريا وسبل مواجهة تنظيم داعش. ونذهب إلى صحيفة البيان الإماراتية، والتي لم تخلي أو تخلو صفحاتها الرئيسة من الحديث عن الشأن اليمني، حيث عنونت: روسيا ترفض الاعتراف بالمجلس الانقلابي والمجتمع الدولي، الحوثيون يعقدون الحل. وفي التفاصيل قالت الصحيفة: بدأت الدول الراعية لعملية السلام في اليمن حراكا مكثفا على وقع التمادي الحوثي وقيام الانقلابيين بإجراءات أحادية، من بينها طرح تشكيل حكومة خلال الساعات المقبلة بعد أسابيع من تشكيل مجلس انقلابي مخالف لقرارات الشرعية الدولية. تتابع الصحيفة: وأدانت مجموعة 18 الراعية للتسوية في اليمن بما فيها روسيا والصين الخطوات الأحادية الانقلابية، مؤكدة أنها تعقد البحث عن حل سلمي، كما أوضحت موسكو أنها لا تعترف بمجلس الانقلابيين. وأضافت الصحيفة: أكد بيان المجموعة الدولية أن هذه الخطوات تجعل البحث عن حل سلمي أكثر صعوبة، وذلك نتيجة قيامهم بأعمال أحادية وغير دستورية في صنعاء، في إشارة إلى تشكيل مجلس لحكم المناطق الخاضعة لسيطرتهم. دماء عمران وقذائف بوتين. تحت هذا العنوان كتب إلياس حرفوش مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية، وقال الكاتب: مرة جديدة احتاج هذا العالم الغافي الضمير إلى صورة طفل في الرابعة من عمره يمسح بيده البريئة وجهه الذي أنعمت عليه قذائف فلاديمير بوتين وبشار الأسد بالدم بدل الحليب ولقمة الغذاء. احتاج العالم إلى هذه الصورة ليتذكر أن هناك ضحايا يسقطون في هذه الحرب التي يشنها الأسد وشركائه على الشعب السوري. ومثل صورة الطفل إيلان الذي رأى العالم جثته ممددة على أحد شواطئ تركيا، ها هي صورة عمران الذي نجا من القذيفة التي أسقطها السوخوي الروسية بدقة متناهية على منزل والديه، تهز ضمير العالم لبضع دقائق قبل أن يتحول الريموت كنترول إلى قناة أخرى ومشهد آخر، ليتابع أخبار المفاوضات التي تجري للوصول إلى ما بات معروفا بحل الأزمة السورية. هذا الحل الذي لا يتحقق إلا بالتعاون مع السفاحين الذين يرتكبون هذه المجازر ثم يتحدثون عن هدنة إنسانية لإدخال المساعدات. لم يكن عمران في حاجة إلى مساعدات قبل أن يأتي بوتين بقذائفه إلى حلب لإنقاذ الأسد من الانهيار بعد التقدم الأخير الذي أحرزته المعارضة. عندما ولد عمران
كانت الحرب السورية في بداياتها، ومثلما كان بشار الأسد يجهز سوريا للموت والدمار، كان أهل عمران يجهزون طفلهم لموعد مع الحياة، متناسين أنهم يعيشون في بلد محكوم بشعار أحكمكم أو أقتلكم. لم تكن قذائف بوتين التي كانت تنطلق من حميميم ومن القواعد الروسية تحصد العدد المطلوب من الضحايا. وصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه، حيث نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتور.